احتشد المئات من أبناء مدينة تعز في مسيرة جابت شوارع المدينة ليؤكدوا بأن هذه المرة أيضا لم تلتزم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة. لا زال الاتفاق حبر على ورق، لم ينفذ منه شيء، بل العكس، تم الانتشار، تم تعزيز المواقع، تم تعزيز كثير من المواقع بالسلاح، تم التحشيد، تم أمس الهجوم على اللواء 35. المسيرة التي نظم لها شباب وشابات تعز حملت العديد من الرسائل التي أراد المشاركون بهذه المسيرة إيصالها للحكومة قبل بدء المشاورات في الكويت. هناك عشرات الآلاف من الجرحى، ما يقارب 2000 شهيد، هناك معاقين، منازل مدمرة. تعز أصبحت أكبر قضية يجب على الحكومة أن تبت فيها بشكل عاجل. أبناء تعز يستشعرون أنهم خارج المفاوضات القادمة، يجب أن تكون أي مفاوضات قادمة يسبقها انسحاب كامل الميليشيات من مدينة تعز، وأن تكون تعز ضمن هذه المفاوضات. بدت الرسالة واضحة إذن، فأبناء هذه المدينة يتطلعون إلى فك الحصار عن مدينتهم وتوقف القصف العنيف على الأحياء السكنية وارتكاب المجازر من قبل الميليشيات الانقلابية. هدنة مخترقة واتفاقات لم تنفذ وقصف مدفعي تشنه الميليشيات على أحياء المدينة هو ما جعل هؤلاء يخرجون بمسيرة من أجل طرح ملف قضيتهم على طاولة المشاورات في الكويت. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.